تعرف اللقاء التحصيلي لمجموعه الاعمال والدراسات التي تم القيام بها داخل جمعيه عداله، ان نلتقي من اجل تبادل الرؤى بشان المستجدات الحاصله على المستوى الوطني في علاقه باصلاح منظومه العداله. Ensemble avec notre partenaire Adala, nous nous retrouvons aujourd'hui à nouveau pour faire le point sur le processus de réforme de la justice au Maroc au terme du dialogue national qui a duré une année et qui a livré des résultats à la fois très prometteurs et très substantiels sous la forme d'une feuille de route, vous connaissez la charte pour la réforme de la justice. C'est également l'occasion pour nous de clore le cycle de notre projet commun qui s'appelle Partenariat pour le changement, soutenu par le ministère des Affaires étrangères allemand, qui nous avions initié ensemble avec Adala en 2012, dans l'objectif d'accompagner justement ce processus de réforme mené sous la supervision du ministère. معيقات قلت هي عديدة. تناولناها على مستوى الدراسة التي قمنا بها حول استقلال السلطة القضائية بالمغرب. الرهانات والتحديات، يمكن فقط على سبيل المثال أن أشير لبعض منها وليس كل تلك من المعيقات. يمكن أن نتحدث عن قصور على مستوى سير وتدبير المحاكم على مستوى المملكة. يمكن أن نتحدث عن قصور في توزيع العدالة يبدو واضحا من خلال ثلاثية أساسية: تباين بين الخريطة القضائية والتقسيم الإداري على مستوى المملكة، تباعد بين الخريطة القضائية والتوزيع السكاني، توزيع القضاة والموظفين حسب الخريطة القضائية. هي معيقات حقيقية تعيق، قبل الحديث عن النصوص القانونية، تعيق إمكانية تحقيق جودة على مستوى الأداء القضائي ولا على المستوى الوظيفي ولا على مستوى جودة الأحكام القضائية. انطلاقا من مسؤولية المجتمع المدني، انطلاقا من المسؤولية التاريخية، انطلاقا من الواقع الذي كان يحتم علينا كمجتمع مدني أن نواكب هذا الحوار، وإن كنا نختلف حول المنهجية التي تم بها تدبير النقاش، حول سبل تدبير النقاش، حول الهيئة وحول مختلف مكونات تلك الهيئة. طبعا الميثاق نعتبره اليوم بأنه مجرد إعلان عن نوايا، بأنه يقدم تصورات للإصلاح ولا يقدم حلول للإصلاح، لأن كل الخطر هو مرتبط بصياغة النصوص وصناعة التشريع والوصول بالنصوص لنتائج بإمكانها أن تكون منسجمة مع النوايا التي تم التعبير عنها. لن أكرر ما قاله زميلي الدكتور زلفا، ولكن فقط للتذكير أنه بالنسبة لجمعية عدالة موقفها من هذا الحوار كان واضحا، لا من حيث المنهجية ولا من حيث تركيبة الهيئة، ولكن هذا لم يمنعنا كجمعية عضو نشيط في المجتمع المدني من مواكبة هذا الحوار، انطلاقا من مشاركتها في العديد من اللقاءات المرتبطة بالحوار والملتقيات والمساهمة باقتراحاتها وتوصياتها في هذا المجال، بل كذلك من خلال تقديم مذكرة مفصلة في الموضوع بخصوص تصور الجمعية لإصلاح منظومة العدالة.